وينضم إلينا من برلين يمان شواف مراسل الغد. يمان، ما هي تفاصيل تعليق استخدام لقاح أسترازينيكا وما هي تداعيات ذلك أيضا؟ نعم، الخبر الذي أوردته وزارة الصحة الألمانية هو تعليق اللقاح احترازيا، وأكد هذه الكلمة أيضا وزير الصحة الألماني ينز شبان، وقال أن هذا الإجراء الاحترازي هو لإعطاء فرصة للخبراء في ألمانيا وفي الاتحاد الأوروبي وكذلك وكالة الأدوية الأوروبية مزيدا من الوقت للتأكد من الآثار الجانبية التي تنتج عن هذا اللقاح. قال أن هذا الإجراء هو إجراء احترازي فقط، لذلك لن يكون هناك استخدام لهذا اللقاح ريثما تتأكد الجهات الطبية والخبراء في ألمانيا وكذلك في الاتحاد الأوروبي. وزير الصحة الألماني أيضا قال أن ألمانيا تنتظر النتائج النهائية من وكالة الأدوية الأوروبية ومن الخبراء في الاتحاد الأوروبي وكذلك الخبراء الألمان. قال لذلك فضلت ألمانيا أن توقف استخدام هذا اللقاح كي لا يحدث كما حدث في بعض الدول الأوروبية، وقال أن حتى اللحظة لا يوجد أي تأكيدات ولكن هو مجرد إجراء احترازي منعا لحدوث أي مضاعفات أو آثار جانبية فيما إذا كان هناك آثار جانبية محتملة عن هذا اللقاح. نعم، يعني يمان، مع هذه يعني التصريحات وهذه القرارات بخصوص اللقاحات، ما هو رد فعل يعني المواطنين والناس؟ هل هناك تخوف؟ هل هناك إقبال؟ ما الوضع بالتحديد؟ نعم، يعني حقيقة عدد اللقاحات في ألمانيا حتى اللحظة ما دون 3 ملايين، وهو رقم قليل. يعني العديد من الناس كانت تتساءل عن اللقاح. يعني أنا بشكل شخصي كنت سألت أكثر من مرة من الناس، من المواطنين الموجودين هنا في ألمانيا، عن أسماء الشركات. ألمانيا تستخدم موديرنا وفايزر بيونتك وكذلك أسترازينيكا. اليوم عندما تتوقف أسترازينيكا، وأيضا في الشهر الماضي كانت تحدثت السلطات الصحية أن أكثر من 1 مليون جرعة في المستودعات، والناس لا يوجد إقبال على هذا اللقاح، وبعض الناس كان لديهم مواعيد بالفعل لم يذهبوا إلى هذه المواعيد، وكانت السلطات الصحية ناشدت الناس بأن هذا اللقاح آمن، والآن تقوم السلطات بإيقاف هذا اللقاح احترازيا. هذا الأمر بطبيعة الحال سيخلق خوف كثير عند الناس، وسيكون هناك ليس فقط مجرد شكوك، ربما الناس لن تذهب لهذا اللقاح. وبطبيعة الحال كما قلت هناك نقص في اللقاحات في ألمانيا، ربما هي مشكلة جديدة تواجهها حقيقة السلطات الألمانية. ألمانيا حاولت بشكل كبير عندما علقت بعض الدول الأوروبية، حاولت أن يعني درست هذا القرار بشكل جيد، وعندما اتخذت هذا القرار وزارة الصحة الألمانية قالت أنه مجرد إجراء احترازي، وشددت على كلمة احترازي بمعنى أنه لم يكن هناك مضاعفات لهذا اللقاح في ألمانيا، ولكن هناك قلق وخوف وخشية من أن تحدث هذه المضاعفات في المستقبل، وهذا الأمر بطبيعة الحال سيجعل الناس لا تأخذ هذا اللقاح، وهذا ربما ما تخشاه السلطات الألمانية. لذلك قامت بهذا الإجراء الاحترازي لتعطي الخبراء في ألمانيا والاتحاد الأوروبي مزيد من الوقت للتأكد من أن اللقاح آمن وفعال ولا علاقة للآثار الجانبية التي حدثت في دول أوروبية أخرى كتجلطات ومشاكل ثانية سببها اللقاح. لذلك نعم، ألمانيا تنتظر، وهذا أيضا ما أكده وزير الصحة الألماني ينز شبان، ينتظر التقرير والتوصيات النهائية من وكالة الأدوية الأوروبية. شكرا يمان شواف مراسل.